عروس البتيت شاب لم يتجاوز عمره 16 سنة، كان يحلم بالهجرة إلى جزر الخليدات، إلا أن رحلته المأساوية انتهت بجثة هامدة. مراسم دفن هذا الشاب صباح اليوم بالعيون كانت مطبوعة بالحزن والغضب، غضب وإدانة لشبكات تهريب البشر ومطالبة السلطات بالتدخل بحزم لردع هؤلاء. مشى من عندي ماني جايبة له أخبار، 15 يوم ماني عارفة له شيء، يا كانوا ميت ولا كانوا حي. ولا اله الا الله، ما عنديش رابطه مولانا تبارك وتعالى. غدا خويا الماشي وفوت انا 15 يوم مارينا، عطاه 100,000 ريال كتمشي تحرق التركشي، قتلوه شي لوحوه شي، داكشي ماشي معقول. فصول هذه المأساة بدأت منذ الاثنين الماضي عندما لفظت أمواج البحر ببوجدور 11 جثة لضحايا غرق قارب كان يقل مرشحين للهجرة السرية في اتجاه جزر الخليدات. وبعدها توالت عملية انتشال الجثث لتصل إلى حدود أمس إلى 14 جثة منهم قاصرون. هذو المافيات كي ينعتوا للأطفال والشباب أن أوروبا راه جنة فردوس وخاصكم تهاجروا لها باش يستقطبوا أكبر عدد وباش يكون الربح ديالهم كبير، وخصنا كاملين نتحدوا من أجل إيقاف هذا النزيف. لا السلطات راه كتحمل فيه المسؤولية، السلطات، مجتمع مدني، عائلات، ساكنة ديال لإقليم العيون، كل شيء، وخصنا نتعاونوا من أجل إيقاف هذا النزيف. وعلمنا أن تحقيقا قد فتح للوصول إلى الأشخاص المتورطين في تنظيم الهجرة السرية وتقديمهم للعدالة، كما أن دوريات للدرك الملكي والقوات المساعدة إضافة إلى طائرات استطلاعية تجوب يوميا سواحل بوجدور بحثا عن جثث محتملة لضحايا قوارب الموت.